المطالبه بتوسيع السد، المطالبه بالمدينه الرياضيه. كانت ثم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث على معناها التحرك هذا، على خاطر معناها الشرطيه يشوفوا انه معناها المساله هذه طولت، المساله هذه ماهوش وقتها، معناها خذات اكثر من وقتها، تقريبا اكثر من 20 سنه من الوعود، اكثر من 20 سنه وهما يستناو معناها في النتيجه نتاع وعود الدوله لتفعيل هذه من قانون او تفعيل مشروع المدينه الرياضيه بالساقط. حاليا احنا متواجدين قدام مقر البلديه، الجماهير الرياضيه بدات تتوافد على اتفاق على مقر البلديه، تقريبا حاليا ثم 2000 محب، وما زالت معناها الاعداد ما زالت باش تكثر، على خاطر معناها وقع تحديد الساعه 5 و5:30 من اجل التجمع للجماهير. تم تنظيم محكم الطلطة الامنيه للمسيره هذه، شفنا حاليا حتى معناها الشرطة أو معناها المصالح الأمنية الكل قاعدة تأثر في الجماهير. كما قلت لك معناها الحشود قاعدة متواصلة، احنا جايين في تصنيع المقر البلدية ونشوفوا في برشا من الناس قاعدين جايين على الكراب على صغير على وسائل النقل الخاصة مختلفة، أنواعها دراجات دراجات نارية كذا. وحاليا معنا أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية هذه، احد معناها المنظمين اللي هو رئيس خليط الاحزاب النادي الرياضي الصافي في العاصمه المنطقه العام، الخليط الاحزاب النادي الرياضي الصافي الاخ حاتم العيادي. في حاتم كان تحكي لنا اكثر عن الوقفه الاحتجاجيه نتاع اليوم. شكرا بارك الله فيك. هو حبينا نستغفي بعد ما فاض الصبر نتاعهم سنين يستناو بتفعيل والاسراع بالانجاز المدينه الرياضيه اللي هي مطلب اهالي الصافي الكل. بعد يمكن التراخي، بعض التراخي نقولوا احنا الشخصيه اللي حب الشخصيه الكل حبوا اليوم يعملوا وقفه تحسيسيه ولا وقفه احتجاجيه سلميه للمطالبه بالاسراع باسراع الانجاز انجاز المدينه الرياضيه هذه اللي هو مطلب الشخصيه الكل. ولا سلام، كما قلت لك نعاود نخلي الساده المستمعين في الصوره. حاليا احنا ما قدام مقر البلديه في ساقط، تواجد معناها بدات الجماهير الرياضيه بالمدينه تتوافد على المقر البلديه، وكما قلت لك الوقفه هذه باش تتواصل تقريبا للسابعه مساء. هذا المنظمين اش قالوا لنا، وقع عرف العديد من الشعارات كيما جيف اوفر نشوفوا فيهم المدينه الرياضيه استحقاق ساقط لازمها الساد، معناها برشا شعارات رفعتها الجماهير الرياضيه لهنا، ونستناو ان شاء الله الوعود نتاع الدوله باش يقع تفعيلها، خاصه مع الوعود اللي كان اطلقها السيد وزير الشباب والرياضه في احمد قعلون اللي هنا الجماهير الرياضيه معناها كما نقولوا انهم اللي ان شاء الله باذن الله بتقع تفعيل التوسعه نتاع الطيب المهيري خلال الشهر هذا، باش تكون ثم جلسه في وزاره الشباب والرياضه من اجل تفعيل التوسعه رسميا باش تنطلق بعدها باذن الله الاشغال، وفي انتظار زاد التحدث مع المستثمر الصيني اللي وقعد معناها تفاهم معه باش يقوم بالمدينه الرياضيه في ساقط اللي نعرفوا الناس الكل في ساقط لهنا، المكان نتاعها هو منطقه حقونا بطريقه التصنيه بالساقط. مؤطره المسيره هذه من شكون فاض؟ والله مؤطره كما قلت لك انا ثم لجنه احباء النادي الرياضي الساقطي قاعده نقول نشوفوا فيها ثم مراول، وكما الساده المستمعين باش يتابعوا ان شاء الله بعد قليل على الصفحه الرسميه نتاعنا صفحه اكسبريس افام التغطيه بالفيديو للوقفه هذه، اما التاثير الاكثريه معناها جماهير النادي الرياضي الساقطي، ونشوفوا قاعدين ثم حتى شويه جماهير نتاع فرق اخرى، لكن لجنه احباء النادي الرياضي الساقطي هي اللي قاعده تقوم بالتنظيم. معناها ثم برشا شعارات برشا لافتات، وقع معناها تعليق على مقر البلديه، وثم نشوفوا حتى معناها وقع جلب مضخمات صوت من اجل مزيد التاثير نتاع الوقفه هذه. سلام. واضح. باهي سينو شنو اخبار الفريق الاول السي اس اس؟ تفضل فما مقابله وديه تو بالفعل نستغل الفرصه نعطي فاضل تسمع فيها فاضل ولا فاضل تربص تحضيري التربص هذايا كيف باش يسبق العوده نتاع نشاط الرابطه الوطنيه الاولى. حاليا تقريبا معناها بعد بضع دقائق باش تبدا مباراه وديه في ملعب وعلي الاحوار في سوسه بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الساقطي. المباراه هذه وقع برمجتها بين زوج فرق معناها باش
كيما نقولوا احنا يزيدوا في الاستعداد نتاعهم للعوده نتاع نشاط الرابطه المحترفه الاولى. النادي الرياضي الساقطي حاليا تقريبا التشكيله مكتمله، وقاعد تجبي العديد من اللاعبين الشباب، برشا قوي حول حمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي خارج، حمزه المثلوثي مش خارج، لكن الاخبار معناها الشبه مؤكده انه حمزه المثلوثي باش يتحول مع باش يتنقل الفريق الزمالك المصري ان شاء الله خلال الموسم الرياضي المقبل. ومن المنتظر انه يكمل معناها بقيه المقابلات مع النادي الرياضي الساقطي في انتظار تحوله لمصر. نعرف الكل انه تو حاليا حتى الرحلات الجويه معلقه في تونس ومصر، دونك معناها قاعد هو التفاهم بينه وبين الزمالك المصري، وصل معناها وصلوا لارضيه اتفاق، لكن باذن الله باش معناها باش يقع تفعيل الاتفاق هذايا خلال الايام القليله القادمه كما قلت لك بعد فتح المجال الجوي بين الزوز بلدان. واضح. ما دام حكيت على المقابله الوديه، انت فاضل هاي الباج الاوفيسيال نتاع السي اس اس هبط التشكيله الاساسيه باش يكون فيها قعلول البحري كذلك لاعب برديعه جلاسي غرام ايد عثمان وايد القروي كريسكو اكو حسام الحباسي او اشرف الحباسي عفوا جاسم الحمدوني وزكريا بن شاع. هاي تشكيله السي اس اس هبطت على الباج الاوفيسيال في انتظار الاتوال تهبط التشكيله نتاعها على الباج نتاعها، والا ان شاء الله تكون عندكم في المواعيد القادمه. يعطيك الصحه زميلي فاضل بونجاح على كل هذه التفاصيل اللي تنبيا. هكا نوصلوا لنهايه زون ميكس اليوم. نذكر كان ضيفنا الاول في الساعه الاولى اللاعب الدولي السابق خالد القربي، كان بريفيو باش يكون معنا في الساعه الثانيه الاستاذ فتحي المولي.